وأيضا أعلنا موقف العراق الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي بشأن قضية الصحراء، وتأكيد على أن العراق يؤيد القرارات الأممية ذات الصلة، ومع التشديد على حل الخلافات بالطرق السلمية واللجوء إلى طاولة المفاوضات من دون المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي. مرة أخرى أرحب بمعالي الوزير، من الضروري ذكر أن اليوم سوف يتم إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق.